بنختمه واحنا في قمه الحاله المعنويه، بنختم الحقيقه موسم كان اكتر من ناجح، موسم ما بيتكررش كتير رغم كل الصعوبات ورغم المشوار الطويل جدا ورغم كل المطبات اللي عدينا بيها، لكن الحمد لله ربنا وفقنا وفي النهايه اعتقد انه ما فيش حد في جماهير النادي الاهلي مش سعيد ومش فرحان ومش فخور بفرقته. في اوقات كتيره جدا كانت بتعدي علينا صعبه، كنا بنزعل، كنا بننتقد، كنا بنشد شويه على نجومنا وعلى فرقتنا، لكن في النهايه النتيجه 10 على 10، الثلاثيه التاريخيه اللي حققها النادي الاهلي بنختم بيها مشوار صعب ولكنه ناجح، وبنبتدي بيها مشوار اعتقد انه القادم فيه بالتاكيد هيكون افضل. مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بكم، والنهارده يمكن يكون بدايه المشوار الى حد كبير جدا مريح، لانه النهارده بتكتمل قائمه الاهلي وبيعود نجومه اللي كانوا غايبين بسبب الاصابه بفيروس كورونا مره ثانيه لتدريبات الفريق، وطمن كمان جماهير النادي الاهلي على طاهر طبعا اللي اصيب في مباراه الاهلي الاخيره وكان يمكن خد غرزتين في راسه، لكن الحمد لله امبارح كان موجود في الجيم، النهارده شارك مع الفريق في التمرينه الرئيسيه. مساء الخير على حضراتكم، وطبعا مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه نهايه الاسبوع، وزي ما احمد قال من الاخبار المفرحه الحقيقه لينا انه الاهلي يمكن استعاد كل اللاعبين المصابين اللي كانوا مصابين بفيروس كورونا الحمد لله بعد الشفاء التام، وكان اخرهم طبعا احمد رمضان بيكم اللي جاي من وادي دجله واللي كلنا حاطين عليه امل كبير الحقيقه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وخصوصا طبعا ان هو كان مقدم موسم رائع مع وادي دجله، ده غير طبعا تالقه في المنتخب الاولمبي. كمان زي ما كنا قلنا لحضراتكم امبارح انه ديانج ووليد سليمان طبعا واحمد ياسر ريان كمان تم شفائهم بفيروس كورونا، والحمد لله كلهم دلوقتي في التدريبات، والدنيا الحمد لله كويسه جدا ان احنا نبقى بقى نستعد للموسم الجديد والدوري الجديد، وخلاص مباراه مصر المقصه يوم الاحد. كان لما كنا بنتكلم بالذات قبل الماتشات المهمه ونتكلم في ازاي نحط تشكيل اهلي، كنا بنبقى يعني ما عندناش خيارات كتير، وفي اوقات كتيره جدا كنا بنبحث عن بدايل لعيبه تلعب في غير مراكزها عشان تسد فجوه في الاجنحه او في خط الدفاع او في نص الملعب. النهارده اتحولت الموضوع او اتحول الموضوع للعكس، النهارده في حاله حيره مين يلعب، كل خطوط النادي الاهلي الحمد لله مكتمله وكلهم نجوم على قدر كبير جدا من الحرفيه ومن المهاره، وجاهزين ان شاء الله باذن الله لبدايه موسم مليء بالاحداث. يمكن الحدث الاهم والاكبر اللي بنستناه في السيزون اللي جاي مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم، خطوه لسه عليها كذا شهر، لكن الحقيقه كل جماهير الاهلي منتظره. في هنا نوستالجيا شويه، في حنين للماضي، بنفتكر مع بعض الاهلي ومشاركاته في كاس العالم في نسخه السابقه، وبنحاول نسترجع، وجيل جديد بالتاكيد في جيل جديد من جماهير النادي الاهلي يمكن هتشوف فريقها بيلعب لاول مره في كاس العالم اليابان، سمعت قبل كده لكن ما شافتش، السنه دي ان شاء الله او السنه الجايه في بدايتها تشوف، وان شاء الله تكون مشاركه ايجابيه والاهلي يحقق فيها مركز متقدم. يمكن فكره يا احمد ان في خيارات كتير دلوقتي بالنسبه لمستر موسيماني من اللعيبه دي الازمه اللذيذه اللي الناس بتحبها اللي جمهور الكوره بيحبها، احنا دلوقتي عندنا الحمد لله فريق قوي ودكه قويه، زي ما احمد قال يمكن كاس العالم للانديه طبعا هدف بالنسبه لنا كبير ومبسوطين جدا ان احنا بنشارك فيه طبعا، وبنتمنى ان احنا نوصل لمركز متقدم عن المركز الثالث اللي حصل مع مستر جوزيه، ولكن الاقرب دلوقتي هو السوبر الافريقي اللي كلنا عينينا عليه، مباراه مش هتبقى سهله ابدا قدام نهضه بركان المغربي، لكن كلنا ثقة في اللعيبة. المفروض يكون في اجتماع بكرة إن شاء الله مع الكاف عشان يتحدد ميعاد الأخير طبعا للسوبر الإفريقي واللي هو الأقرب، يعني المفروض إن هو يوم 18 ديسمبر. نبتدي مع حضراتكم بالحلقة النهاردة بالثلاثية الأهم في تاريخ والأصعب والأطول في تاريخ النادي الأهلي، عودة بطولة دوري أبطال إفريقيا البطولة المفضلة لدى جماهير النادي الأهلي بعد غياب 7 سنين. كمان البطولة الحقيقة يمكن اللي تكون مفضلة لدى جماهير النادي الأهلي بطولة الدوري اللي حصل النادي الأهلي على لقبها الـ42، وختمنا الثلاثية التاريخية الحقيقة بإنجاز مهم ولا يقل أهمية بشوفه الحقيقة، رغم أن الناس كتير جدا بتشوفه من حيث الترتيب في المركز الثالث، لكن أنا بشوف أهميته أكتر من حصوله على كأس البطولة نفسها هو تحقيق الثلاثية التاريخية اللي حطت النادي الأهلي كمان في مركز متقدم جدا على مستوى العالم، دوري أبطال إفريقيا، دوري عام، وكأس مصر.